بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه حلقتنا النهارده في مجموعه من الاخبار اللي عودناكم دايما عليها اليومين ثلاثه اللي فاتوا وتعليقنا عليها، بيبقى طبعا اكيد داخل النادي الاهلي ومحليا وايضا عالميا. ابرز الاخبار واللي حصلت خلال اليومين الثلاثه اللي فاتوا بنجيبهم لحضراتكم وبنعلق عليهم كمان، ده بيبقى النصف الاول من حلقتنا. النصف الثاني النهارده فقرتنا الحواريه، زي ما حضراتكم عارفين مصر بتستضيف الاحداث الكبيره على ارضها يعني من فتره، ويمكن دي ثقه كبيره من المؤسسات والهيئات الرياضيه الدوليه في قدره مصر على تنظيمها. من احدى هذه البطولات المهمه اللي تم تنظيمها على ارض مصر هي بطوله كاس العالم للجمباز، واللي طبعا يعني كان ليها افتتاح رائع وافتتاح كبير اسطوري الحقيقه، يعني كان منذ ايام يومين ثلاثه بالكثير يعني، والحقيقه اشاد بها الكثيرين واشاد بالمستوى الفني لعبتنا واشاد كمان بقوه مشاركه اللاعبين الاولمبيين كمان كانوا على ارض مصر واللي اتعملت على صاله واحد. هيكون معانا في الفقره دي الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز وايضا رئيس الاتحاد الافريقي، اللي هنتكلم معاه عن البطوله وتنظيمها وابرز يعني الاستفاده اللي جت من هذه البطوله سواء اداريا سواء عالميا ولعبتنا كمان الاستفاده الفنيه. هنتكلم عن ابرز اللاعبين، رحلتنا لاولمبياد باريس، الاخبار ايه، مين اللي اتاهل عندنا، هنتكلم عن الجمباز خاصه ان الجمباز لعبه اولمبيه. والحقيقه خلينا نتكلم بكل امانه ان الجمباز السنوات الاخيره سنتين ثلاثه اللي فاتوا شهد يعني تقدم كبير، يمكن احنا لسه بعيدين اكيد عن ميداليه او بعيدين عن ميداليه اولمبيه، لان الجمباز الحقيقه بيحتاج مصاريف كبيره جدا 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 عشان تاهل لاعب اولمبي. فالحقيقه في دول في العالم هي اللي محتكره اللعبه دي لان عندها من الامكانيات ومن الاحتكاك اللي بتساعد لاعبتها بشكل كبير، ولكن في تقدم على مستوى الجمباز المصري او في تقدم على مستوى القاعده، يعني بقى عدد كبير من اللاعبين بيمارس هذه اللعبه، ايوه بقى عندنا انديه كتير بتشارك في الدوري وفعاليات الاتحاد، ايوه عندنا تقدم في المستوى الفني افريقيا ودوليا، ايوه هنشوف بقى احنا وصلنا فين وهنتكلم في كل حاجه مع الدكتور ايهاب امين ان شاء الله في النصف الثاني من حلقتنا. واللي مهتم اكيد بالجمباز هيعرف الكثير من رئيس الاتحاد خلال هذا اللقاء. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد في النادي الاهلي. كان عندنا مباراه امبارح مهمه جدا مع البنك الاهلي، البنك الاهلي اللي بيقوده عمرو جيوشي وفرقتنا اللي بيقودها مستر ديفيد ديفيس. خليني اقول لحضراتكم حاجه، انه طبعا فريق البنك الاهلي هو الفريق الحقيقه اللي خرجنا من كاس مصر، يعني فرقه قويه ويعني فريق بيدربه مدير فني قوي، والحقيقه ملعبهم كمان صاله القوات المسلحه بسموحه في اسكندريه، صاله كويسه وصاله حلوه تحب تلعب عليها، فاذا يعني عندهم كل مقومات الحقيقه اللي يبقوا فرقه كويسه. النادي الاهلي نجح انه يفوز في هذا اللقاء برصيد كبير، يبدو ان الجهاز الفني واللاعبين حبوا يوصلوا رساله ان خسارتنا في دور الثمانيه في كاس مصر من البنك الاهلي كانت نتيجه ظروف معينه، والنتيجه اكبر دليل فوزنا امبارح 33-22، وهو رقم او فارق كبير ما بيننا يعني وبين البنك الاهلي. طبعا ده اكيد ما يقللش من البنك الاهلي، ولكن بيدل ان النادي الاهلي نزل خد المباراه بقوه منذ البدايه والنهايه. طب فرقتنا اخبارها ايه دلوقتي؟ فرقتنا 23 نقطه وحافظ على الفرق 3 نقاط بيننا وبين نادي الزمالك، نادي الزمالك دلوقتي 20 نقطه، احنا بنيجي في المركز الاول، نادي الزمالك بيجي في المركز الثاني. انا عايز اقول لكم ان كل ده ترتيبي فقط، المركز الاول والثاني هيلعبوا بعض في النهايه بيست اوف 3 على 3 مباريات على لقب بطوله الدوري. والحقيقه انا شايف ان ده نظام يعني مش عادل، يعني انا كنت دايما بقوله كل ما هجيب خبر عن كره اليد سواء رجال او سيدات يعني اسمحوا لي ان انا دايما اقول كده، ان نظام المسابقه مش عادل، وهقول لكم ليه. طيب الجوله السابعه بقى اللي جايه هتكون مع نادي سبورتنج ان شاء الله، وهتتلعب باذن الرحمن على صاله الامير عبد الله الفيصل يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، الساعه 4 يوم الجمعه القادم الساعه 4. طيب ليه مش عادل؟ هل ينفع ان انا طول السنه اول الدوري وبمشي اكسب 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 ويجي في ثلاث مباريات يتحسم الدوري؟ طب فين الفرق بين فرقه اشتغلت موسم كامل وفرقه اشتغلت شهر او اسبوعين في نهايه الموسم؟ يعني يكفيني ان انا احافظ على المركز الثاني، هو ده هدفي هيبقى من الموسم كله، واجي في الفاينل ابقى موفق او مش موفق، دي حاجه بقى في علم الغيب. لا طبعا الكلام ده مش فير، انت عايز تبقى تعمل نظام يعني عادل ويفرز البطل لان البطل مش انه يبقى متوفق في ماتشين ثلاثه، البطل هو اللي يمشي السنه كلها جيد، على الاقل دخلني البيست اوف 3 وانا سابق نقطه، يعني على الاقل خليني اقدر ان انا لو كسبت مباراه واحده افوز من البيست اوف 3 يبقى اديني اولويه، انما اخش 0-0 في النهايه لا، كده انا شايف ده نظام مش عادل وهفضل اقول كده، ولان اكيد طبعا المسؤولين على لجنه المسابقات في اتحاد كره اليد يعني اكيد هياخدوا ده في الاعتبار، لان احنا في الاول والاخر عايزين مصلحه كره اليد في مصر.
هنعمل حاجه زي كده تدخلني في النهايه، وصلني للنهايه وانا معايا ادفانتج نتيجه تعبي طول السنه، مش تعبي ان انا اجي في الاخر ابقى الاول او الثاني، العب ثلاث بيست اوف 3 او ثلاث مباريات بلاي اوف ويبقى كده انتهى الموضوع. لا، النظام ده مش عادل ولازم يعاد النظر فيه مره اخرى. هنروح لكره اليد سيدات، كان عندنا مباراه مهمه مع سموحه، والحقيقه برضو الحال كحال الرجال، حصل او فوزنا فوز كبير. السيدات الحقيقه بيلعبوا غير الرجال دلوقتي، بيلعبوا يعني دوره زي دوره مجمعه كده من اربع فرق، فكان معانا مباراه مع سموحه وقدرنا نفوز بفريق كبير 30-14 بيقود الفريق طبعا كابتن محمد عادل زوله. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله نادي الشمس بمصر الجديده، وقدر فرقتنا طبعا انه او قدرت فرقتنا انها تفرض اسلوب لعبها من البدايه للنهايه، والاب يعني اكبر دليل نتيجه. يعني الشوط الاول خلص 11-6، الشوط الثاني خلص 30-14، وبكده فرقتنا عندها 9 نقاط بيحتل بيهم صداره الترتيب بفارق 4 نقاط عن نادي الشمس، واللي بيحتل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. فريقنا بيلعب دلوقتي مع نادي الشمس في الجوله الثانيه، والماتش بدا من دقائق على صاله نادي الشمس برضه. مهم، انت بتلعب مع الوصيف، فانت مهم الوصيف عايز يكسب عشان يقلل الفرق، وانت عايز تاكد فوزك. الاهلي طبعا هو حامل اللقب يعني البطوله اللي فاتت السنه اللي فاتت بعد فوزه طبعا على نادي سبورتنج 28-24. بس خليني اوضح ان حتى في السيدات لا، النظام نوعا ما يعني عادل شويه. النادي الاهلي دخل بيلعب الدوره المجمعه اللي هي ما بين سموحه والشمس والاهلي، الدوره المجمعه الرباعيه دي، وهو داخل اول فواخد نقاط ازيد، فده فير يعني. انا طول السنه ماشي كويس، وانا لما اخش فارق عن التاني ان شاء الله، اديني نص نقطه، اديني نقطه يعني. يعني دايما لازم يكون في ميزه للي شغال طول السنه عن اللي مش شغال، وده اللي عمله الحقيقه الاتحاد مع السيدات. كنت اتمنى ان ده يحصل مع الرجال، ولكن الحقيقه ما حصلش، ونتمنى اكيد ان ده يتعدل. وكل يعني حد يعني او كل فرقه بذلت مجهود، ما احنا ممكن نكون احنا التاني. انا مش قصدي حاجه، انا قصدي اقول العدل، يعني العدل ما حدش يتكلم فيه، ان انا طول السنه شغال وطول السنه اول وطول السنه بكسب، لو جيت وما توفقتش في ماتش او اتنين في نهايه الموسم اخسر البطوله، لا بيبقى صعب شويه. هنروح لمنتخب مصر لكره السله، واللي كان بيلعب بطوله قطر الدوليه في قطر الاسبوع اللي فات، واللي لعب فيها 3 مباريات فاز فيهم بالكامل وصولا بالنهائي مع قطر، منتخب قطر، والحقيقه فزنا عليه بنتيجه كبيره 82-67. طبعا المباراه دي كانت جايه في استعداد منتخب مصر لتصفيات امم افريقيا، واللي بتتلعب هتتلعب على ارض مصر يوم 24 و26، اللي احنا 23 و25 فبراير اللي احنا فيه. المباراه دي كانت مهمه جدا، الثلاثي الاهلاوي ساهم بشكل كبير في فوز منتخب مصر بهذه البطوله. مين الثلاثه اللي لعبوا؟ عمرو الجندي، عمر طارق، وكريم حاتم، الثلاثه اللي لعبوا. طب الثلاث مباريات اللي احنا لعبناها ايه؟ منتخب مصر فاز طبعا في قطر في النهائي، ولكن قبلها كان مباريتين. اول مباراه كانت على البحرين فزنا 83-64، وفزنا على الاردن بنتيجه 95-58. نجمنا عمرو الجندي فاز بافضل لاعب في البطوله، وده تتويج لمجهوده اكيد وظهوره بالمستوى الكويس. عمرو الجندي الحقيقه لاعب دائما ابدا تلاقيه ليه مستواه ثابت، والمستوى اللي بيقدر يساعد بيه فرقته. عمرو الجندي يعني بشكل يعني كبير جدا بقى لاعب استوى، ولاعب بقى عنده من الخبرات ومن الشباب يقدر بيه يعني يحسم كفه اي فريق بيلعب بيه. نتمنى له دايما السلامه، نتمنى له دايما يكون في صوره جيده. طيب المباريات اللي جايه بتاعت افريقيا او تصفيات افريقيا هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى زي ما قلت لحضراتكم، 23 و25 هيكون معانا وسط افريقيا كوت ديفوار ومدغشقر. هقول لحضراتكم ترتيب المباريات، المباراه الاولى هتكون مع وسط افريقيا يوم الجمعه الجايه، وبعدين هنلاعب مدغشقر ان شاء الله يوم السبت اللي بعده، والحد هيكون مع كوت ديفوار. هيتاهل من المجموعه دي ثلاث فرق هتروح لبطوله افريقيا القادمه، والثلاثه دول هيلعبوا تصفيات كاس العالم. كاس العالم القادم هيكون 2027، يعني الدنيا قربت خالص. انت المفروض 2026 تيجي، وانت عارف الفرق اللي اغلبها او اللي اتاهلت، فخلاص على اخر السنه دي هيبتدي تصفيات او الويندوز الجديده لكاس العالم الجديد. ثلاث فرق من ثلاثه من الاربعه هيتاهلوا لافريقيا، وبالتالي هيتاهلوا لتصفيات كاس العالم. خليني اقول لكم ان اقل الفرق حظوظا هي مدغشقر. مدغشقر تاهلت عشان تلعب الويندو دي على ارض مصر بصعوبه جدا. مدغشقر يعني هي اقل فريق مستوى موجود من الاربعه، ولكن كوت ديفوار فريق كويس وعامل شغل كويس. ايضا وسط افريقيا كان معانا كمان هناك في بطوله قطر، فجاي مستعد بشكل جيد. ما فيش غير مصر كمان الدوله المستضيفه، ومعانا مدغشقر، فمدغشقر بنسبه كبيره جدا هي اللي هتكون بره. ده من رؤيتي الفنيه، ولكن المفاجات يعني بتبقى وارد، ولكن مع فرق المستوى الكبير ده بتبقى المفاجات صعبه. يمكن السله غير كتير غير كره القدم. كره القدم ممكن فرقه تنزل تدافع تحط جون ويعني وتدافع طول المباراه تكسب. في الباسكت ما فيش الكلام ده. الباسكت انت او اليد او الفرقه دي بيبقى فرق المستوى باين وبيبان وبيفرض كلمته، ولكن لو المستوى قريب انت ما بتقدرش تعرف النتيجه ايه.
كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. وطبعا مش محتاج افكر حضراتكم اللي بيقود منتخب مصر كره السله هنريك رودل. هنريك رودل ده كان مدير فني لاتحاد اسكندري السنه اللي فاتت وتم استبعاده او تغييره وتولى المسؤوليه الكابتن احمد عمر خلفا ليه، ودلوقتي الاتحاد المصري كلمه عشان يرجع مره اخرى ل منتخب او العوده المصري تاني في شكل منتخب مصر. خليني اقول حاجه، انا كنت موضوع عايز اثيره، يعني الحقيقه انا دايما ضد فكره ان يبقى اي حد يتولى منتخبات مصر يكون بيتولى مسؤوليه فنيه في احد الانديه. الحقيقه انا ضد هذا التصور او ضد هذا الاتجاه نهائي. اولا يعني ده بيأثر بشكل عام على اختياراته، بيأثر بشكل عام، ما تقوليش ابدا ده مش هيأثر. يعني دلوقتي انا مدير فني نادي اكس، مش هقول اسم معين عشان ما حدش يقول ان انا بسقط على احد. النهارده لو انا مدير فني نادي اكس ونادي اكس ده عندي ست سبع لاعبين كويسين، اكيد انا ممكن لاعب يتساوى مع لاعب تاني في نادي تاني اخده، لان انا مش عايز لما ارجع او ممكن يكون اقل شويه، مش عايز لما ارجع النادي الاقي اللاعب ده بالبلدي كده مقير مني فانا اخسر في النادي. فكره يا جماعه ان والكلام ده على الفريق الكبير والناشئين، لو سمحت انا يعني بقول الكلام ده عن خبره وعن رؤيه وانا شايف الكلام ده. ما ينفعش يبقى مدير فني بيتولى اي مسؤوليه في اي نادي يتولى مسؤوليه في المنتخبات. لو سمحتوا يا ريت، حتى انا شايف ان اللجنه الاولمبيه المصريه لازم يبقى لها دور في الموضوع ده، لازم وزاره الشباب والرياضه يكون لها دور في الموضوع ده، لانه ده بيأثر في الاخر على منتخباتنا. عايز تشتغل مع منتخب مصر اهلا وسهلا، ولكن لا تتولى اي مسؤوليه فنيه من اي جهه من اي ناحيه في اي نادي في مصر. الكلام ده ما بيحصلش في اي حته. مهم جدا ان هو يبقى موجود واختياراته تبقى لمصلحه المنتخب. فهنريك النهارده هو مش او يعني مدير فني روديك اللي ماسك المنتخب هو متفرغ او ملوش غير منتخب مصر. انا ضد ذلك تماما، يعني ممكن اتقبل فكره انه يمسك فرقه خارج مصر، يعني يكون زي المدير الفني اللي قبل كده روي رانا اللي كان ماسك مقاطعه في اليابان، ماشي. ولكن انا عندي يعني كونسيرن على الموضوع ده، ولكن يمسك حاجه في مصر لا. لو سمحتوا يا جماعه، لو حد بيسمعني او حد ده يعني من اللجنه الاولمبيه المصريه، من وزاره الشباب، من الاتحادات، لو سمحتوا ما حدش، انا يعني رجاء ورؤيه انا شايفها بنسبه كبيره صح، ما حدش ينفع يمسك كمدير فني في المنتخبات وهو بيتولى منصب فني في احد الانديه، ما ينفعش. انا شايف ده مش في الاخر مش هيبقى غصب عنه، احنا بشر غصب عنه، هو لو احسن واحد في الدنيا بس غصب عنه هيتاثر بوجوده في هذا النادي الفني، وانه اكيد هيتاثر في اختيار اللاعبين او في اختيارات معسكراته. واكبر دليل على كده، يعني انا مش عايز اقول حاجه، ان في 3 على 3 تم اختيار منتخب 3 على 3 لاربعة من النادي الاهلي او 3 من النادي الاهلي، والنادي المنافس ما اختاروش منه حد، بدليل انه المدير الفني بتاع او المنتخب ده هو مدير فني في النادي المنافس. طب ازاي يا جماعه؟ والكلام ده حصل عليه كلام كتير على السوشيال ميديا وبتاع. لو سمحت بلاش كده، وخلينا نتكلم على منتخب مصر، ودايما نعلي مصلحة مصر فوق أي انتماءات، دايما نخلي مصلحة مصر. النهاردة يعني زيارة كابتن محمود الخطيب وتلبية دعوته طبعا في نادي الزمالك، شايفين الأثر الإيجابي الكبير اللي حصل، أثر كبير جدا وإيجابي كبير جدا على الوسط الرياضي. عايز ده في الآخر هيعود على منتخب مصر، طبعا مفيش شك هيعود بالنفع على منتخب مصر. احنا في الأول والآخر نسيج واحد، ما ينفعش أبدا إن أنا فالصح يتعمل دايما منتخب مصر، منتخب مصر هو العنوان. اي حاجه مش هتخدم منتخب مصر لازم ما نعملهاش. فانا شايف ان احنا ما ينفعش يكون في جهاز فني او اي حد بيعمل او يتولى مسؤوليه فنيه في احد الانديه يتولى اي مدير فني في اي منتخب من المنتخبات. طيب هنروح لكره الطائره رجال، بنلعب دور الثمانيه سواء رجال او سيدات، بنلعب دور الثمانيه الاقصائي، اللي هيخسر شكرا واللي هيكسب هيطلع دور قبل النهائي. نادي الاهلي رجال وقعت قرعته مع الشرقيه للدخان او استرين كومباني. لعبنا أول مباراة وفزنا فيها الحمد لله 3-0، تمام؟ طيب. طيب 3-0، هنتكلم عن الطايرة، خلينا بس نتكلم الطايرة ونرجع للسلة السيدات، ما فيش مشكلة، ترتيب الأخبار المهم المعلومة توصل. اللي عايز أقوله إنه إحنا عندنا فريق الرجال لعب مع الإيسترن كومباني، فاز النهاردة منذ لحظات انطلقت المباراة بنلعب الإيسترن كومباني، هيكفينا فوز النهاردة، يكفينا فوز، مش لازم نروح للمباراة الثالثة، لو فزت 2 تطلع للمباراة النهائية. طب الأشواط اللي فاتت كانت خلصت ازاي في المباراة السابقة؟ 25-17، 25-15 و25-11.
طيب هنوصل دور قبل النهائي، عندنا هيقف الدوري، هنوصل بعد كده او هنروح بعد كده لبطوله كاس السوبر المصري، واللي هتتلعب يوم 25 و27 ده للرجال. 25 و27 اللي احنا فيه ده للرجال، هيبقى فيه يوم راحه في النص، هتلعب ماتش وبعد كده راحه وبعد كده تلعب الزمالك. طيب مين اللي بيقود الفريق؟ طبعا مستر فرناندو مونزو. حتى الان اول اختبار لينا هيبقى حقيقي هو ماتش الزمالك بنسبه كبيره يوم 27 فبراير اللي جاي. السوبر المصري بيتلعب من ثلاث فرق، كل فرقه هتلعب، او سوري هيلعب اربع فرق، كل فرقه هتلعب قبل نهائي وبعد كده نهائي. غالبا احنا رايحين على نادي الزمالك يوم 27 فبراير اللي جاي باذن الله، نتمنى التوفيق في اول اختبار حقيقي لهذا الفريق في ماتش السوبر المصري يوم 27 اللي هو الاسبوع القادم باذن الله. هنرجع خطوه تاني لكره السله سيدات، والحقيقه عندهم مباراه مهمه كمان مع نادي الزهور، دي بأول مباراه في الدور الثاني، يعني الدور الاخراني او الدور الاول من الدور الترتيبي في دوري السوبر كان مع سبورتنج، كان في سبورتنج ولم نوفق وخسرنا بعد اكسترا تايم. النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق خيري للسيدات كره السله قفلوا الصفحه دي خالص، بداوا يفكروا في الدور الثاني. عندك سبع مباريات هتلعبهم، اول مباراه مع الزهور، مهم جدا ان انت يعني تكسب كل مبارياتك، تروح على سبورتنج مش فرق اول من تاني، دور ده دور ترتيبي، ولكن بعد كده هنروح على الادوار الاقصائيه بالشكل ده لو خدنا تاني زي ما احنا ماشيين، او اول ما تعرفش ممكن ماتشك مع سبورتنج يمشي ازاي في العوده، خدت اول او تاني فانت كده الحمد لله تجنبت ان انت تلعب سبورتنج في قبل النهائي، هتبقى مباراه النهائي هي الاساس. طبعا في مباراه يعني المباراه اللي فاتت مباراه سبورتنج، طبعا يعني الحقيقه جايده خالد يعني اتصابت لاعبه النادي الاهلي وناشئه النادي الاهلي طبعا اللي كانت من يعني ناشئه وطبعا صعدت الفريق الاول يعني اصيبت، نتمنى لها الشفاء. طبعا الحقيقه احنا ما عندناش يعني معلومه اكيده عن اصابتها ايه، ولكن سنتحقق ان شاء الله. الف سلام عليك يا جايده. جايده على فكره كانت لسه راجعه ما بقالهاش يمكن ست شهور او سبع شهور من الرباط الصليبي، نتمنى انها تكون اصابه بسيطه عشان تلحق فرقتها باذن الله وتكمل الموسم. جايده عملت ماتشات الفتره اللي فاتت كويسه جدا وقدرت تثبت رجليها في الفريق بالرغم من صغر سنها. الف سلامة عليك يا جايده. طيب الفريق دلوقتي عنده 13 نقطه وبيجي في الوصيف بعد نادي سبورتنج، طبعا بسبب خسارتنا هناك من نادي سبورتنج، ولكن لسه عندنا مباراه العوده، ما حدش عارف ممكن تتاخد سكور افريج، ممكن تلاقي نفسك بيت الاول تاني، يعني هنشوف الست مباريات او السبع مباريات القادمه قبل مباراه سبورتنج ايه اللي هيحصل فيها باذن الله. كل التوفيق طبعا لفريق السيدات وكابتن طارق خيري المدير الفني، محتاجين الدوري والكاس، يمكن لم نوفق في المرتبط ولكن ان شاء الله لسه عندنا دوري وكاس ان شاء الله يتوفقوا فيه، ويبقى ده يعني حفاظ على يعني على مستوى الفريق بشكل كويس. نادي سبورتنج طور نفسه السنه دي بشكل كبير جدا، نادي سبورتنج السنه اللي فاتت حاجه ونادي سبورتنج السنه دي حاجه ثانيه، فعشان كده في صعوبه في مبارياتنا مع نادي سبورتنج. هنروح لكرة الطائرة سيدات، نفس الوضع زي ما قلت لحضراتكم عليه، هم ماشيين مع بعض، ولكن فريق السيدات كان عنده مباراة مع سبورتنج في دور 8 في كأس مصر، والحمد لله استطعنا ان احنا نفوز ونتأهل لدور الأربعة بإذن الله عشان نقابل وادي دجلة. المباراة كانت لعبت على صالة سبورتنج، وده الجمال ان انت كسبت سبورتنج في سبورتنج. ودينا نفس سيطرتنا على المباراة، ونتيجة الأشواط تتكلم عن نفسها 25-16 25-14 25-16 بالرغم من قوة نادي سبورتنج. طبعا نفس الكلام فرقتنا هتقف او الدوري او نشاطها هيقف عشان مباراه السوبر المصري اللي هتلعب يوم 24 و26. يبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ 24 المباراه الاولى قبل النهائي للسيدات، 25 المباراه الاولى للرجال قبل النهائي، 26 الفاينل سيدات، 27 الفاينل رجال، اربع مباريات في اربع ايام، سبت حد اثنين ثلاث. سبت حد اثنين ثلاث. ان شاء الله نتمنى بطولتين في اسبوع واحد، والبطولتين هيكون مع المنافس طبعا التقليدي في الكره الطائره نادي الزمالك. كل التوفيق لفرقتنا سواء السيدات او الرجال. طبعا مش محتاج افكر حضراتكم كابتن ابراهيم فخر الدين اللي ظاهر في الصوره او في خلفيه الصوره هو المدير الفني للسيدات، وده الموسم الاول ليه معاهم. طبعا هو اسطوره كبيره رجال وسيدات وفي كره الطائره في مصر، والمشرف على المنتخبات المصريه في يوم من الايام قريبا يعني مش بعيد، فهو يعني رجل له اسمه الكبير في الكره الطائره سواء رجال او سيدات. طيب كده نكون خلصت اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح للاخبار المحليه. هنتكلم عن الريشه الطائره، الريشه الطائره هتشارك في اوغندا، عندنا خمس مصريين يشاركوا في بطوله اوغندا الدوليه للريشه الطائره. امبارح خمس لاعبين من لاعبتنا منتخبنا الوطني للريشه الطائره سافروا الى اوغندا.
عشان يشاركوا في بطولة الدولية واللي بتلاقي في الفترة من 21 ل 25 فبراير اللي احنا فيه. مين هم اللعيبة؟ أدهم حاتم، ضحى هاني، نور أحمد، يسري، هادي أحمد الجندي، لجين وصفي. وبتنافس الثلاثي أدهم حاتم ونور يسري وضحى هاني على تذكرة الصعود للأولمبياد. أما هادي الجندي ولجين وصفي فبيشاركوا علشان يكسبوا نقط دوليه وبهدف اكتساب الخبرات اللازمه، مش هدفهم اول الاولمبياد، بس عايزين يحسنوا الرانك الدولي بتاعهم، وده مش عيب يعني. احنا لسه مخلصين بطوله افريقيا زي ما قلنا لحضراتكم، وكانت من ايام على صاله 3 و4 في استاد القاهره، والفتره من 12 ل 18 فبراير، وكنا حققنا فيها 3 ميداليات عن طريق برونزيه فرد الرجال لادهم حاتم وبرونزيه فريق الرجال. اما الفضيه الوحيده فكانت عن طريق الزوج المختلط المكون من ادهم حاتم وزميلته ضحى هاني. بطولة أوغندا دي بتعتبر البطولة قبل الأخيرة في مشوار التأهل للأولمبياد باريس بإذن الله، لأنه هيتبقى محطة وحيدة، وهي دورة الألعاب الأفريقية اللي جاية واللي هتكون في العاصمة الغانية أكرا، واللي هتكون الشهر اللي جاي بإذن الله، أي شهر مارس. كل التوفيق لريشة الطائرة المصرية. هنروح لخبرنا التالي وهو عن الجمباز. منتخب مصر الجمباز الفني بيطير عشان يشارك في كأس العالم بألمانيا. بعثة منتخبنا الوطني الأول للجمباز رجال وسيدات سافرت إلى مدينة كوتوبوس في ألمانيا عشان تشارك في بطولة كأس العالم، واللي هتتلعب في الفترة من 22 ل 25 فبراير اللي احنا فيه، وهي واحدة من ضمن سلسلة بطولات كؤوس العالم والمؤهلة للأولمبياد 2024. منتخبنا بيتكون من علي زهران، أحمد المراغي، عمر العربي نجم من النادي الأهلي ومنتخب مصر، ومحمد منتصر عفيفي، عبد الرحمن عبد الحليم، عمر عصام. اما منتخب الانسات فبيتكون من جنى محمود، جودي عيد، وشمس علي. مصر كانت نظمت منذ ايام بطوله اولى اول بطوله من بطولات كؤوس العالم دي، واللي كانت اتلعبت على الصاله الرئيسيه في استاد القاهره في الفتره من 15 ل 18 فبراير اللي احنا فيه. يعني من 15 ل 18 كان عندنا احداث مهمه في استاد القاهره. صاله واحد كان كاس العالم للجمباز، و3 و4 كان بطوله افريقيا لريشه الطائره، وده اللي بقوله دايما، بتلاقي احداث 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 ومصر بتستضيفها. وتاني بطولة هتستضيفها ألمانيا زي ما قلنا لحضراتكم، ومن بعدها أذربيجان، وآخر بطولة هتكون في قطر قبل الأولمبياد على طول بإذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا منتخب الجمباز. وفكر حضراتكم بعد الفاصل هيكون معانا الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عشان نتكلم عنه، عن معاه عن كؤوس العالم وعن كأس العالم اللي استضافته مصر، وإيه أبرز الفوائد اللي عادت على مصر من تنظيم كأس العالم ومستقبل الجمباز في مصر. والحقيقة يعني هنتكلم عنه عن أمور كتيرة في دماغي، ولكن تابعونا، هيكون ده بعد الفاصل بإذن الله. هنروح للخبر اللي بعد كده وهو عن كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة. طبعا الميداني أو كابتن ميداني هو رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة، أكيد بيستعرض كل حاجة. كابتن أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 22 ل 25 فبراير اللي احنا فيه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة. كشف اخر التجهيزات واللي تم الاتفاق عليها قبل البطوله مع مجلس اداره الاتحاد برئاسه الكابتن عبد المنعم الحسيني. وقال الميداني ان الاتحاد اشتغل في الفتره دي على استقبال الوفود بشكل كويس، وتمت طبعا عمليه التسكين طبعا داخل الفنادق بشكل منظم ويليق باستضافتنا للبطوله العالميه، واكد انه تم تخصيص صاله تدريب الفريق ومنتخبنا الوطني، وده بالاضافه لصالات تدريب للمنتخبات الثانيه المشاركه في البطوله، وده وفقا للجدول الزمني الخاص بالتدريبات. دي من الناحيه الاداريه، وكل ده بيتكلم على الناحيه الاداريه لتنظيم البطوله. وقال مدير البطوله طبعا الكابتن احمد سمير الميداني ان خطه الاتحاد برئاسه الكابتن عبد المنعم الحسيني ليها بعد مختلف بتكوين اجيال جديده، هو ده اللي بقوله، مش بس ان انت تبقى يعني عندك منتخب قوي، لا، انت عايز اجيال تطلع يبقى عندك 10 15 سنه انت ماشي في الاتجاه الصح. ودلل على كده بمشاركتنا بثمان لاعبين ولاعبات على صعيد سن 15 سنه وزيهم تحت 17 وزيهم تحت 20، وده بهدف اكتساب الخبرات، وده بالاضافه لوجود ثمان لاعبين ولاعبات في منافسات الكبار. البطوله هيشارك فيها 396 لاعب ولاعبه ويمثلوا 52 دوله. طب خلينا كده يعني نستعرض مع بعض الدول عشان اوري لحضراتكم قد ايه مصر بقت قبله تنظيم البطولات. خلينا اقول لكم حاجه، قبل الاولمبياد البطولات العالميه دي بتبقى فيها مشاركه كثيفه، لان دي بتبقى على بناء عليها بتجمع نقاط عشان تروح للاولمبياد. فالنهارده عشان يديلك تنظيم البطولات دي قبل الاولمبياد، فهو عنده ثقه كامله في تنظيمك كدوله وكاتحاد، وايضا فنياتك تبقى بشكل عالي. خلينا نقول الدول المشاركه: الجزائر، الارجنتين، ارمينيا، استراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا،
كرواتيا، جمهوريه التشيك، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافوره، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، اوكرانيا، الولايات المتحده الامريكيه، اوزبكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الامارات العربيه المتحده، بالاضافه الى مصر. يعني انا عايز اقول لكم انه الكلام بيدل على انه كل الناس جايه تشارك وكل اللاعبيه الاولمبيه جايه تشارك عشان تجمع نقاط. وده برضه فرصه انت بتدي افضليه للاعيبتك انها ما سافرتش ما جاتش. يعني مثلا اللي جاي من كندا وجاي من امريكا، في اللي جاي من اليابان، اللي جاي من البرازيل، عنده فرق توقيت. انت النهارده موجود على بلدك وبتلعب على ملعبك وبتلعب وسط يعني ناسك، فده طبعا هيديك ادفانتج كبير. مهم جدا ان احنا ان شاء الله نجمع نقاط، والسلاح الحقيقه من الرياضات اللي ماشيه بشكل جيد على المستوى الاولمبي. الحقيقه كده كان كل الاخبار المهمه اللي غطيناها لحضراتكم سواء اليومين اللي فاتوا او اليومين الجايين كمان، اتكلمنا عنهم في كل الالعاب داخل النادي الاهلي، اتكلمنا على ابرز الاحداث اللي حصلت داخل مصر خلال اليومين اللي فاتوا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم طبعا رئيس جهاز او رئيس اتحاد الجمباز المصري ورئيس الاتحاد الافريقي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ورئيس الاتحاد الافريقي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين جميعا. منورنا ومنور بيتك دايما قناه النادي الاهلي، ونبقى سعداء طبعا. ده انا اللي سعيد والله يا فندم. ده انا سعيد يا دكتور. وطبعا اكيد كنا بنتكلم عند الهوا، وكنت حضرتك طبعا يعني اول ما دخلت الاستوديو ذكرت طبعا معالي الوزير. انا يعني حابب في اول اللقاء يعني ان انا انقل تعازي وخلص تعازيه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي وللرياضه المصريه طبعا في وفاه المغفور له باذن الله ان شاء الله معالي الوزير العمري فاروق. كان اخ وصديق ودايما كان في علاقات تربطنا بيه، ربنا يرحمه ان شاء الله. كان دائما الحضور في جمعيه العموميه في الاتحاد مش كده؟ طبعا كان دائما طبعا. كان دائما بينسق معاك على طول. على طول يعني الحقيقه، يعني الكلام اللي بنسمعه انه كان دايما ورا كل العاب النادي الاهلي. يمكن الجمباز لعبه طبعا، هقول لحضرتك يعني الله يرحمه عمري ما كلمته وما ردش يعني في اي وقت يرحمه. فكان على طول متابع، حتى ايام لما كان في الوزاره كنت انا بره الاتحاد وكنت بساله على حاجات كتير وبياخد رايي في حاجات كتير. ولما بقى في النادي الاهلي كان في بيننا وبين بعض تواصل على طول فيما يخص الجمباز، او حتى ايام تجديدات اتصالة الجمباز كان هو وكابتن محمود الخطيب يعني. فيعني لا الله يرحمه. احنا بنشكر حضرتك طبعا على مشاعرك الطيبه دي حبيبي. ونتمنى طبعا لمعالي الوزير الغفران ان شاء الله والاهلي طبعا الصبر والسلوان. طب دكتور خلينا نروح للجمباز المصري. اتفضل يا فندم. ويعني هنبتدي بالحدث الاخير وهو كاس العالم او اولى سلسله كؤوس العالم هذا العام. عايز اعرف تفاصيل استضافتنا ليها، ازاي حظينا بهذا الشرف وليه الاتحاد الدولي اختارنا احنا اول محطه من محطات كؤوس العالم؟ طبعا سلسله كاس العالم بتبقى لمده 4 سنوات، ويمكن دي اخر بطوله في السايكل اللي احنا فيها. والدوله اللي بتستضيفها واللي بيتم اختيارها من خلال المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، طبعا بيبقى دول كتير على مستوى العالم بتقدم. الاتحاد الدولي بيختار 4 دول وهم اللي بيعملوا ال4 بطولات خلال ال4 سنوات. كل سنه بيبقى ليها نوع من انواع التصنيف. اخر سنه السنه دي اللي هي بتخش الرانك كاس العالم، الفرق بينه وبين بطوله العالم عشان برضو الناس تبقى فاهمه. بطوله العالم بتلعب فيها فردي عام على مجموع الاجهزه، اللاعب بيلعب على مجموع الاجهزه، وبطوله الفرق، ودي اللي بيتاهل منها الفردي العام والفرق. كاسات العالم بيتاهل منها اخصائي الجهاز او الناس اللي سبيشالست على الاجهزه، لاعب بيلعب جهاز واحد بالظبط كده. فدي بتبقى اصعب طبعا، يعني اصعب على الاجهزه ناحيه فنيه عاليه، لان في ناس من السبيشالست ما بيروحوش بطولات العالم. صح. يعني احنا نفسنا واحنا في بطوله العالم الاخيره اللي كانت في بلجيكا ما كانش معانا علي زهران. ليه؟ لانه لاعب جهاز واحد مش عارف يلعب بستة اجهزه، مش هيلعب بالظبط، مش هيفيد الفريق بالزبط. انما في بطوله زي دي لازم هو اللي يلعب. فطبعا بطوله الفردي الاجهزه بتبقى بطوله صعبه جدا. كل دوله ممكن تلاقي دوله كل لاعب جاي من دوله ممكن يلعب جهاز او 2 ماكسيمم. فبتبقى المنافسه فيها صعبه جدا جدا. يعني السنه دي يمكن شفنا حضور رهيب يعني غير متوقع، مع العلم يعني ان اللاعبين ممكن يلعبوا في الاربع في اي حاجه من البطولات الثانيه. انما النهارده الحمد لله مصر حضر 71 دوله ما شاء الله، كل جهاز عليه من 75 ل 90 لاعب ولاعيبه. ده رقم كبير جدا ما حصلش. قدرتوا تنظموا الحدث ده؟ يعني مش تنظيم بس ان انا استقبل واسكن، لا 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 لا، الملعب نفسه والطلوع على 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 الجهاز. يعني كلمني على التفاصيل دي يا دكتور. التفاصيل، الجمباز لعبه صعبه جدا كرياضه،
وفيها تفاصيل كتير جدا، وكل لاعب تخيل حضرتك كل لاعب جاي يلعب على جهاز، يعني كل بعثه جايه مشتركه في عدد اجهزه مختلفه عن بعض. فيها فني رجال 6 اجهزه وفيها فني بنات 4 اجهزه، فانت بتتكلم في 10 منافسات مختلفه بترتيبها بتنظيمها، ولازم في ترتيبها وتنظيمها تراعي الفروقات ما بين الاجهزه وبعض، علشان ما حدش يجي يبقى عنده زي مثلا لعب على الارض وفي نفس الوقت تلاقيه طالع على جهاز تاني. الموضوع ده بيتعمل له قرعه وتجهيزات كبيره جدا. الحقيقه احنا المجموعه اللي معانا في الاتحاد النهارده مجموعه قويه جدا، الاتحاد المصري للجمباز النهارده، مجلس اداره، لجانه، الناس اللي بتشتغل في تنظيم واداره البطولات سواء محليه او دوليه بقى عندهم خبرات قويه جدا، ويعني مش هخشى ان انا اقول لحضرتك ان كل واحد فيهم النهارده يقدر يستطيع ان هو جامده جدا. ما كانش عندي الثقه دي يمكن من 4 سنين واحنا قاعدين مع بعض. النهارده النجاح عمره ما بيطلع من فرد او من فرد لوحده، النجاح نجاح مجموعه. طب خلينا نخش في تفاصيل اكتر. حضرتك لما مسكت الاتحاد اشتغلت على الاستراكشر بتاع الاتحاد، اشتغلت ما كانش معانا حاجه خالص. ايوه، ما انا عايز بقى اعرف حضرتك عملت لجان واسست، يعني كلمني لما تيجي النهارده. الحقيقه احنا يوم ما استلمنا الاتحاد في 2017 كان الاتحاد لا يمتلك حتى الاجهزه والادوات اللي ابدا بيها النشاط المحلي. طب قول لي اشتغلت على المحاور عملت ايه؟ كان في الفتره دي دكتور اشرف مساعد وزير في 2015 لحد 2017، وهو اللي اوجد لنا اول صاله اللي هي صاله نادي المقاولين، وبدانا ناخد الاجهزه القديمه اللي في المركز الاولمبي بقى وهو بيتجدد. خدناها وعملنا لها صيانه، وكانت دي اول محطه نبدا نحط رجلينا عليها. انت بتتكلم في حاجات قديمه هتتكهن وهتترمى، عدنا تصنيعها وصيانتها بالظبط، وبدانا نشتغل. تمام، اول ما دي بقت ملك الاتحاد. بقت ملك، لا ما يعني هي حطيناها في نادي المقاولين، بقت طبعا ملك الاتحاد. وحطيناها في نادي المقاولين وبقينا وعملنا عقد بيننا وبين نادي المقاولين ان احنا هو يشتغل على الاجهزه لتدريباته واحنا ناخد 30 يوم فري في السنه. ممتاز. نعمل عليهم بطولات. وين عقد بالظبط. وبالفعل تم تنفيذ العقد ده، ويمكن العقد ده شغال لحد السنه. يعني دي فكره خارج الصندوق اهي يا دكتور. بالظبط، يعني دي كانت اول فكره. معكش فلوس وعايز تعمل حاجه خاصه بيك خالص، فاعمل ايه؟ خرجت بره الصندوق. بالظبط، حلو جدا. دي اول حاجه. تاني جه بعد كده دكتور اشرف مسك وزاره الشباب والرياضه، وكان قبليه برضو المهندس خالد عبد العزيز، وكنا مقدمين ده 2018 صح؟ بالظبط، في اول 2017 ويعني ولحد ما دكتور اشرف جه. الحقيقه انا كنا اشتغلنا في الموضوع ده مع دكتور خالد وما لحقناش ناخد موافقات. بالظبط كده. بعد كده جاء دكتور اشرف ادينا من الملف، لان لازم يبقى معاك موافقه حكوميه. صحيح، قبل ما تقدم الملف للاتحاد الدولي لازم يبقى معاك موافقه الدوله. طبعا دي ما فيهاش هزار، عشان الناس بس بتتكلم. معاك هيئه مستقله، ولكن فين الضمان الحكومي؟ هيئه مستقله كفنيات وكاداره لعبه، انما في الاول وفي الاخر انت جوه دوله وجوه منظومه. بالزبط. الحكومه لازم تضمنها. طبعا. ولو الحكومه ما ضمنتش مش هتاخد حاجه. ما ده بقى بص يا دكتور، ده الاختلاف وده اللي كنا بنقوله. بالزبط. الدوله المصريه الممثل ليها هي الوزاره. بالزبط. انا اسف يعني مش طبعاً. لا حضرتك الوزاره هي اللي ليها الادوات اللي تقدر تدير. حضرتك انا رئيس اتحاد النهارده ورئيس اتحاد افريقيا وعضو مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي. بمثل مين؟ بمثل الدوله، بمثل البلد، بمثل الحكومه، بمثل الوزاره. يعني في الاخر يعني ده حاجه ما ينفعش نيجي نتكلم فيها ونقول فيها. ما في الاخر الدوله المصريه تحت القانون المصري. طبعا ما حاولش اخد الهيئه وانفصل بيها. مين اللي بيدعمني النهارده؟ الدوله. طبعا. مين اللي بيديني دعم للبطولات؟ الدوله. حاجه يقول لحضرتك اديني دعم ومالكش دعوه انا هصرفه في ايه؟ طبعا الكلام ده تهريج. لازم اراقبك كمان. طب بلاش يا فندم، انا خدت الفلوس ومش هتتدخل معايا فنيا. طب انا ما حققتش نتائجي. لو الدوله النهارده ما بتحاسبنيش يبقى احنا بنهزر. يعني الموضوع ده ما ينفعش. الله ينور عليك، عندك من الشفافيه والقدره ان انت تقول الكلام ده. لو ما فيش شفافيه يبقى النتيجه صفر. بس الكلام ده ما عجبش ناس كتير. براحتهم. يعني الكلام ده كانوا عايزين. انا بكلم حضرتك بامانه. طبعا في الرياضه بقى لي 30 سنه 35 سنه، فاللي حضرتك بتقوله ده انا شايفه. ده ما عجبش ناس كتير، والحقيقه كان يعني انا بقى الحاجه دي بتاعتي وملكي. انا في يوم من الايام ما عجبنيش الكلام ده. استقلت من اللجنه الاولمبيه المصريه. طبعا. قدمت استقالتي من اللجنه الاولمبيه وانسحبت. لسبب بس عشان ما نتكلمش في اسباب كتير. ما كنتش مقتنع ان احنا بنعمل حاجه، فانسحبت بهدوء شديد جدا وبشياكه. استقلت اهي ومشيت. في سنه كام بالظبط ده؟ قبل الانتخابات بتاعه الدوره دي بحوالي 8 شهور.
انا على فكره انا دخلت يعني ساعه لما طلب مني ان انا اتقدم في اللجنه الاولمبيه كانت انتخابات تكميليه وفضلت سنتين، قعدت سنه وشهرين وانسحبت، حسيت ان الدنيا مش لا مش لا احسن حاجه، مش هقدر ادي، مش هقدر ادي الجو اللي موجود وطريقه الاداره اللي موجوده، كل واحد له ما له عليه ما عليه، انما انا ماليش دور مش ومش هقدر ادي رسالتي، لا ماليش دور يا فندم خالص. يعني اللجنه خالص محدش ليه دور خالص، فانسحبت، وحتى اعضاء اللجنه الاولمبيه كلهم ما كانش ليهم دور. طب وبدا ناس من بره بقى ليها هي الدور دور. طب من وجهه نظر حضرتك، يعني حضرتك دلوقتي قامه كبيره ورئيس اتحاد افريقي وعضو ومكتب تنفيذي اتحاد دولي، وان شاء الله في يوم من الايام نشوفك في اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني شايف ايه دور اللجنه الاولمبيه المصريه؟ ايه الدور الاساسي للجنه الاولمبيه المصريه؟ دور اللجنه الاولمبيه الاساسي هي تنظيم حركه الرياضه جوه الدوله، وان هي اللي بتعمل الكونتاكت بينها وبين الاتحاد او اللجنه الاولمبيه الدوليه في تنظيم الروابط او الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي اللي الناس كلها بتتكلم عليه هو ما يضمن حريه اللعيبه، الاهتمام بيها، عدم وجود عنصريه، عدم وجود اضطهاد، عدم وجود ما معنى تدخل، التدخل علشان ما يبقاش فيه اضطهاد للاعب، ما يبقاش فيه اضطهاد عرقي، ما يبقاش فيه اضطهاد ديني. هو ده الميثاق الاولمبي موجود على الانترنت. تدخل القانون المصري مش تدخل يا فندم، ما فيش حاجه ما فيش يعني لما اجي انا انفذ القانون المصري في حاجه طبعا ما في، وعلى فكره وواضحه جدا في الميثاق الاولمبي وفي جميع لوائح الاتحادات الدوليه، وانا راجل في الاتحاد الدولي وبقول لحضرتك حاجه انا فاهمها، وفي جميع اللوائح والقوانين في العالم في حاله وجود اي مشاكل ماليه او مشاكل اداريه للدوله الحق التدخل طبعا. وساعتها لا الاتحاد الدولي ولا اللجنه الاولمبيه بيتدخلوا الا لما يحصل حكم نهائي، خلاص انتهى الموضوع. طيب خلينا نرجع للجمباز. حضرتك بدات وبدات الاول قرار خدته ان انا املك الايكويبمنت بتاعتي، دي كانت البدايه، ان احنا اتفقنا مع وزير الشباب والرياضه وادانا الابروفل مقابل ان هو هيجيب لنا الاجهزه. ممتاز. الحقيقه كانت الفكره دي فكره ذات شقين، الشق الاولاني ان انا هيبقى عندي الاجهزه اللي هعمل بيها كاس العالم، وفي نفس الوقت هستفيد بهذه الاجهزه ان انا ابدا اشتغل عليها في النشاط المحلي او لو هعمل عليها بطولات دوليه. فكان وجود الاجهزه، واحنا والقعده دي كنت احضرها انا ودكتور اشرف وشرحت الموضوع كاملا واقتنع بالفكره، ووعدته يومها وقلت له ان شاء الله بعد ما حضرتك تدعمني في هذا الموضوع، الوزاره هي اللي دفعت الاجهزه دي كامله ان شاء الله، وكانت قايمها ب 16 مليون جنيه. جات الاجهزه في 2018 اجهزه جديده نوفي، وجات الاجهزه وبدانا عليها هذا الموضوع وعلى فكره انا قلت له يومها الاجهزه دي حضرتك هتجيبها، وان شاء الله بعد كده سنتين ثلاثه هبدا انا اجيب اجهزه للاتحاد او اجيب اجهزه ونوزعها. فهو قال لي مش مشكله، في ناس كتير بتقول كده، بس انت يعني ايه ابدا اشتغل بس وريني. وعلى فكره والكلام اللي انا قلته ده اتنفذ، احنا عاملين ثلاثة بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، الوزارة بتقدم اجهزة الصلاة والاتحاد بيفرش الاجهزة فور فري. منين؟ من عقود السبونسرز اللي عملناها مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي حضرتك عارف ان انا رئيس الاتحاد الافريقي طبعا. وانا عندي عقد سبونسرشيب مع شركة اسمها تايشان في الصين، والشركة دي العقد اللي بيني وبينها انها بتوفر جميع الاجهزة والادوات اللازمة لاقامة البطولات الدولية او بمعنى صح القارية، والاجهزة بتبقى 2 سيت كامل، واحد للبطولة واحد للإحماء، والدولة المستضيفة لهذا الايفنت بتاخدها بعد البطولة. ممتاز جدا. فانت حضرتك كان عندك شقين، تعمل العقد ده وتجيب لبطولة مصر، وعملت الاثنين. وعلى فكرة مش مصر بس، انا عامل كده في كل دول افريقيا. وحضرتك المخرج للعقد ده بالظبط ما شاء الله، وعملت كده في مصر، عملت كده في دول تم انشاء اتحاداتها من سنه. يعني تخيل حضرتك مثلا كده دول افريقيا، يعني موريشيس مثلا ما كانش عندها اتحاد جمباز، عملنا اتحاد جمباز هناك وعملنا ونفذنا العقد معاهم في الجمباز الايقاعي، ورحنا السنه اللي فاتت عملنا بطوله هناك وفرشنا الصاله والاجهزه بقت عندهم. الله ده 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 مثال. يعني بس مش الخير عام على مصر، ده عام على كل كمان على كل المغرب النهارده عندها بطوله هيتنفذ معاها العقد. الست تعمل كام؟ حضرتك بتقول تو سيتس، الست تعمل كام؟ الفني مثلا ممكن يعمل حوالي النهارده يعني لا كتير. يعني يعدي ال 250 الف يورو او 300 ده للفني. للايقاعي والترامبولين للايقاعي والترامبولين
لا رخيص يعني اقل كتير يعني حوالي 100 لكل فرع. الست الواحده تعمل لها مثلا 400,000 دولار. لا التو ساتس على بعض يعملوا حوالي 300 400. احنا بنتكلم النهارده ده للفني رجال وانسات. الترامبولين والايقاعي الموضوع داخل حوالي مثلا 100,000 دولار. انا بقول لك 400 توتال 400. لا رقم كبير في توتال الموضوع. بنتكلم النهارده في حوالي 12 مليون جنيه سعر طبعا الرسمي. بس خليني اقول لحضرتك انه انت النهارده فرشت كام صاله بقى؟ احنا جددنا صالة نادي القاهرة السنة اللي فاتت كاملة، وده كان يعتبر نادي القاهرة من الأندية التاريخية في لعبة الجمباز ومعقل الجمباز على مر لا الصالة كانت فاضية. انا رحت الصالة دي كانت يعني خرسانة على الأرض وما عندهمش اي حاجة. ورحت انا وزير الشباب والرياضة وافتتحنا الصالة وفرشناها كامل بعد بطولة بعد ما استضفنا بطولة افريقيا عندنا هنا في مصر. بعديها بشهرين رحنا فعلا وفرشنا الصاله ده افتتاح بطوله الكاس العالم اللي فات. وصاله نادي النادي شيراتون على فكره كمان نفس الكلام اتعمل فيها. صاله النادي بتاعت شيراتون نادي عمل برده الصاله اتجهزت. اتجهزت كامله. طب الثلاث صالات اللي اتجهزوا؟ لا صالتين دلوقتي اتجهزوا، وفي الملعب باركور ان شاء الله الفتره الجايه لسه عاملين بروتوكول مع الوزاره هيتجهز بعد يعني في خلال شهرين يعني. طب الوزير معالي الوزير قال لك ايه بقى ساعتها لما انت الحاجات دي حصلت وبتاع؟ بص انا محظوظ بوجود دكتور اشرف الحقيقه. انا محظوظ فعلا لان الراجل احنا ما بنتناقش كتير. انا مقابلتي مع دكتور اشرف انا امبارح كنت مع في الوزاره المقابله بيني وبينه بالظبط لم تتعدى ال 10 دقائق، وكل مقابلاتنا 10 دقائق ربع ساعه مش اكتر من كده. بعرض بيوافق بخش واحد اثنين ثلاثه اوكي ده لا ده اجله شويه ده اوكي خلاص يعني التنسيق عالي جدا. لا دكتور اشرف حافظ واحد واحد في الجمباز الله عارفهم واحد واحد. طب إيه من قصة اول رئيس الاتحاد الدولي. طب ايه قصه انه جاله او في تذكار هديه تذكاريه جات له؟ انا استغربت بقى لما يجي لي حاجه من الجمباز او من ناحيه الجمباز يجي لي حاجه ليها علاقه. هقول لحضرتك رئيس الاتحاد الدولي بس خلينا نقول ان الدكتور اشرف صبحي جاله هديه لاعب كاراتيه طبعا فجاله طقم كاراتيه هديه. احكي لي بقى لحضرتك القصه ببساطه. موريناري وتنابي هو رئيس الاتحاد الدولي، والدوره اللي فاتت كان رئيس الاتحاد الدولي للجمباز واللجنه الاولمبيه الدوليه اوكلت له رئاسه اتحاد الملاكمه. نعم صح. فهو رجل بالظبط فهو رجل مش وزنه كبير في مجال الرياضه العالميه. نعم. وهو مرشح من احد الاثنين المرشحين الاقوياء جدا لان هو يمسك رئاسه اللجنه الاولمبيه في 2025. خلفا لتوماس باخ. خلفا لتوماس باخ. نعم. والمنافسه بينه وبين سامرانش جونيور او الابن. ايوه. والمؤشرات يمكن ماشيه بينهم 50-50 ولو اني طبعا هبقى واقف قلبا وقالبا مع رئيس الاتحاد الدولي بتاعي. طبعا. الراجل ده ليه دور كبير قوي في الرياضه العالميه، متداخل بشكل قوي جدا، بيعرف يفرز الناس بشكل كبير. ممتاز. جاء مصر هنا اكتر من 5 أو 6 مرات خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. قابل اللجنه الاولمبيه وقابل المسؤولين في الاتحادات، قابل ناس كتير جدا، وقابل ناس ممثلين من عندنا هنا في اللجان الاولمبيه، وقعد معاهم وحضر مؤتمرات في الجامعه الامريكيه، حضر حاجات كتير. ممتاز. كل الزيارات دي كان بيقابل دكتور اشرف، وفي كل زياره كان بيسمع مني ان انا بقول الدوله هتعمل لنا كذا دكتور، وبيجي الزياره اللي وراها يلاقي الكلام اتنفذ. فهو معجب جدا جدا بدكتور اشرف صبحي، وكان ليه بعض التحفظات في حاجات معينه مثلا عندنا، وقال واشتكى لدكتور اشرف قال له على فكره انتوا عندكم الحته دي فيها مشكله. وسبحان الله المره دي قلنا له على فكره المشكله اتحلت. فبدا يحس ان الدوله بتستجيب فهو مقتنع جدا، ومن اكتر الحاجات اللي عاجباه مشروع نادي طبعا، لان هو لف يعني. انا اخذته يمكن رحنا نادي الصيد، نادي الجزيره، لفينا كذا نادي. طب ايه اللي شافه يميز الدكتور اشرف صبحي؟ يعني ايه شايفه اكتف؟ اكتف الراجل ده يعني بيتحرك كل ثانيه، فهو بيحب الناس الاكتف، ما يحبش الناس اللي يعني لو المقابله سريعه ده افضل. لا ما تقعدش تتكلم ساعه ونص ومفيش مخرج. مش بتاع الكلام. لا تعالى رتب لي اللي انت عايز ايه انا هدعمك. لا كلام وتنفيذ، وشايف قدامه بقى اللي يخصه الجمباز. الجمباز بيجري بسرعات فظيعه ما شاء الله. فيعني الحمد لله. وهو راجل مش محتاج ان انا اضحك عليه، مش هقول له انا اللي عامل الكلام ده لوحدي. راجل لعيب كويس بس هو شايف بالظبط، شايف جمباز وشايف الدوله. فالراجل في اخر زياره لي طبعا عرف الهيستوري كامل بتاع دكتور اشرف، فقال له انت عامل كتير قوي للجمباز وعامل كتير للرياضه، وانا وهو قالها بس دكتور اشرف فعلا يعني ايه نسى.
في الموضوع. انا ما نسيتش الكلمه دي. قال له انا هجيب لحضرتك بدله كاراتيه من اليابان. الحقيقه لما جاء المره دي لقيناه جايب صندوق كبير جدا جدا قد الترابيزه دي، وكنا محتاسين من اول ما وصل المطار ايه الصندوق ده. صندوق كبير ومتقفل وحاجه فظيعه. قعدنا لحد ولا انا مستني دكتور اشرف. طبعا هو كان المفروض يجي من يوم الافتتاح، حصل له ظرف في أخر. ان هو عنده اجتماع مع رئاسه الوزراء في اليابان فاخر الوصول بتاعه. لما جاء يوم ما وصل كان دكتور اشرف خارج القاهره في التزامات مع الوزاره، فلقيته فتح بقى، جاء وفتح. فدكتور اشرف قال لي طب انا هبعت مندوب يستلم بعد دكتور اشرف اللي بيجيرني. اتفتحت العلبة وكلنا بقى بنكتشف العلبة فيها ايه. لقينا العلبة فيها صندوق خشب قمة في الشياكة طبعا، يابان بإزاز يابان. حاجة يعني حاجة ساموراي، حاجة رائعة. وأنا شفت بدلة كاراتيه، أنا راجل رياضي وشفت ما تشوفونا الصور دي موجودة، الصور موجودة موجودة على السوشيال ميديا. حاجة تحفة، تحفة فنية ومعمولة بإتقان عالي جدا، ومكتوب عليها هنا على جنب البدلة أشرف صبحي، وعلى الحزام كاتب وزير الشباب والرياضة تقديرا لوزير الشباب والرياضة، والناحية الثانية موريناري وتنابي، كل ده بالياباني. أنا شفت جداً. أنا شفت الكلام ده، بس ده تقدير، ده في الأول والآخر هو 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 تقدير للدولة المصرية. طبعا طبعا النهارده الدكتور أشرف صبحي لا يمثل نفسه، لا يمثل الدولة المصرية في مجال الرياضة. فده الحقيقة هتسعدني جدا، أنا على فكرة سعيد جدا. على كلام. فكرة هو لف وشاف العاصمة الإدارية الجديدة شاف العاصمة الإدارية. يعني أول كلمة قالها لي عارف إيه يا فندم؟ قال لك إيه؟ أنتوا جايبين الفلوس دي كلها منين؟ قال لي اللي أنا شايفه ده مستحيل. لا بجد، والله بجد. ودكتور اشرف هاته معانا على التليفون دلوقتي. لا بصدق حضرتك. قلت له انا ماليش يعني ما عنديش اجابه للكلام ده، بس انا زيك كده شايف ان البلد بيحصل فيها طفره غير طبيعيه، وحاجه بس حاجه شرف لينا. شاف حضرتك العاصمه كامله، الكلام ده من 8 شهور بالظبط كان هنا في مصر، شاف المشهد ده كله. الراجل ما كانش مصدق. احنا لو نقدر برضو نتواصل مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ونحاول برضو يعني في الحوار ده، هتبقى حاجه حلوه جدا. لان الحقيقه دكتور اشرف بقى لغى مواعيده، كان عنده ميعاد مع وزاره الثقافه، قال لي انا لغيت كل حاجه، انا لازم اقابله النهارده. وجينا فعلا، عملت عزومه عشاء طبعا مش رسميه انما بشكل ودي. بقول لك حاجه دكتور، وتعشينا مع بعض كلنا. انت بتعمل اكبر خدمه، او انتوا بتعملوا اكبر خدمه لمصر. انا اقول لك بقى كواحد رياضي يعني في المجال، النهارده الراجل ده ممكن في يوم من الايام هي دي الصوره. ايوه ده كان على فكره دكتور اشرف معانا فيديو كول. فيديو كول، فيديو كول، عشان كده انا ماسك التليفون. ودي يمكن اسم دكتور اشرف اللي بالاسود واللي بالاصفر ده الطويل، عشان هو الراجل شرح لي يعني. الطويل ده معالي وزير الشباب والرياضه، واللي والصغيره الثانيه دي دكتور، وده الكارت بتاع الاتحاد الدولي وماضي عليه موريناري وتنابي. بس الصوره هنا كمان طبعا حضرتك شايف الخشب والازاز ومحطوطه، هي تحفه فنيه طبعا. هو الهدف منه هي تذكار يا حضرتك. بص هو واقف، احنا يعني هي حجمها بالنسبه لايدينا دي كبيره. كبيره، وهو هي متر وشويه من غيري حتى لسه فت ولسه يعني جسمه ما شاء الله يعني ما تخيرش عنك برضه يا دكتور. بس انا عايز اقول حاجه، النهارده انت بتعمل خدمه كبيره جدا للرياضه المصريه. هذه الشخصيه الرياضيه الكبيره في الوسط الرياضي العالمي ممكن في لحظه من اللحظات يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. فالنهارده لما يبقى بيتكلم كده عن مصر عندما يتولى ولما تبقى علاقته بينا بهذا الشكل. أيوة. وعلى فكرة عارف واحد واحد في مصر مين بيشتغل ومين ما بيشتغلش، عارف مين اكتر دخل جه البلد اكتر من مره يا فندم. جاو قابل اللجنه الاولمبيه كلها. انت بتفرش ارض دلوقتي. جاو قابل اللجنه الاولمبيه كلها، وجاو قابل معظم رؤساء الاتحادات، ومعظم وعندنا ناس هنا كتير في مصر تعرفوا. لا احنا عارفينه طبعا. الاستاذه ايه ميداني عضو مجلس النواب، لانها عضو في لجنه اللاعبين في اللجنه الاولمبيه الدوليه، تعرفه كويس يعني. هو يعرف ناس كتير في مصر. وانت النهارده بتعمل كده يا دكتور، انت النهارده بتعمل خدمه جليله لمصر. ليه؟ في يوم من الايام احنا دورنا، احنا سفراء لمصر. رئيس الاتحاد ده يعني لو هتسالني رايي، الموضوع مش موضوع يعني ما ينفعش يبقى انتخابات بس. لان في الاول وفي الاخر انا بمثل البلد، لو انا مش واجهه مشرفه للبلد مش المفروض ان انا ابقى في المكان ده. صح. انا بقولها لك على نفسي انا اول واحد بجد. لا حضرتك احنا بنشوف حاجات بتبقى صعبه ساعات يعني. مش عندنا ناس في مصر، بس بتلاقي دول تانية جايبه رئيس اتحاد بيعمل تصرفات لا تليق في محافل مثلا دوليه او في اجتماعات او 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 في الاخر مين اللي بيبقى شكله وحش؟
بلده. مش هو. ما هو ممثل لبلده. وخليني اقول لك برضو يعني ده مهم جدا وانت اشتغلت على ده من اول يوم، حاولت طبعًا تعمل الفرق ده. طبعا. طيب احنا اتكلمنا كويس قوي عن النواحي الاداريه، واتكلمنا كويس قوي عن التنظيم، واتكلمنا عن تنظيم وافتتاح اسطوري الناس اتكلمت عنه. يعني ليه بقى اسطوري؟ هقول لحضرتك. اولا الافتتاح تم التجهيز ليه بشكل قوي جدا، بقى عندنا خبرات قوية جدا في هذا الموضوع مرة واثنين وثلاثة. دي اللي أنا حضرت بيها الافتتاح، ودي كانت أثرت الإعجاب في المقصورة وفي الجزء اللي يعني الإيه هي كرافات كاملة فرعوني. ها أنا على فكرة أنا كان معايا كذا كرافات هعملهم، يعني هنقي واحدة منهم أحضر بيها الافتتاح. سبت كل الكرافتات وخدت الفرعوني وخدت دي، قلبت الدنيا. بس دي حقيقة. طب خلينا بقى كرافات نروح للملعب. إيه ده بقى؟ أول عرض كنا عاملينه لمنتخب الجمباز الإيقاعي اللي رايحين الأولمبيات إن شاء الله، فريق جماعي ومعاهم حبيبة مرزوق. ده حبيبة مرزوق. حبيبة مرزوق بطلتنا والترند بتاعنا في مجال الجمباز. والعرض ده اللي أخرجه وجهزه المجموعة، مجموعة المدربين بتوعنا بتوع المنتخب، واشتغلوا عليه في أثناء المعسكر جنب شغلهم الأساسي. هي أدي حبيبة طبعا من البنات اللي بتنافس عندنا في الفردي، وده لبس فرعوني. ده لبس فرعوني مخصوص معمول لهم عشان الافتتاح، ودخل معاها. ودول فريق الجماعي بتاعنا اللي إن شاء الله هتشوفوهم في باريس إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. ده كان العرض الأول. العرض الثاني، وطبعا الميوزك كلها هشام خرمة. الجمباز اوريدي في ميوزك طبعا، فاحنا جايب هشام، ودي تاني مره انا عمري ما كررت حاجه عملناها. بس نظرا لوجود هشام ونجاحه معانا، والراجل اي حاجه بطلبها بيعملها، غير دي بيغيرها، هنعيد توزيع الاغنيه دي هيعيدها. مش عاجباك يعني انا مش باخد حاجه من عنده تتزاع، لا احنا بنعمل حاجات بتايم معين بكل ده بتفاصيل جاهزه. يجي وراهم بقى منتخب الناشئين ايروبيك، او او ابطال مصر اللي حازوا على المراكز الاولى للايروبيك في الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي. البطوله بتاعتهم كانت انتهت قبل كاس العالم ب10 ايام. نعم. خدناهم عملوا الجمل وعملوا العروض، وعمل عرضين على برضو ميوزك تانيه لخرمه، وكان هو العرض التاني. العرض اللي وراه مجموعه الولاد اللي قاعدين اللي لابسين اسود وابيض واحمر، الولاد صغيرين دول الخمسين الاوائل على مستوى الجمهوريه في بطوله الجمهوريه في مراحل 9 و10 و11 ولاد، يعني 150، و9 و10 و11 بنات 150 تانيين. فانت العرض فيه حوالي 500 شباب مصر من اول لاعبتنا الاولمبيه، وهو ده الرساله الاساس. انا بنمي روح الانتماء بالملابس، احنا اللي عاملينها، يعني حضرتك فريق الايروبيك لو بدانا كل حاجه احنا اللي عاملينها، كله هاند ميد. الافتتاح ده كله هاند ميد. طيب راي وبادي مصريه، راي حضرتك ايه؟ او راي مش راي حضرتك بقى، راي ال 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 الكبار المدعوين او كبار الحضور. هبدا لك من رئيس الاتحاد الدولي والسكرتير العام، واحنا قاعدين في العشاء، اول كلمه بعد ازيك وعامل ايه، اول كلمه احنا عايزين مصر تستضيف كاس العالم وبطوله العالم للناشئين في 2025. الكلمتين دول انا قبل ما يعني انا دكتور اشرف كان بيرد، قبل ما يرد قلت له دكتور، يعني قال لي احنا موافقين. قلت له دكتور حضرتك ده شهر شغل تنفيذ، الكلمتين اللي قالهم دول شهر، احنا في اسبوع، يعني حضرتك لسه محتاج يومين ثلاثة أربعة نوم. أنا عايز أنام بس مش أكتر. فطبعا كانت ثقة كبيرة جدا حضرتك كبيرة. كلمة إن هو يقول الجملتين دول، كأس العالم اللي جاي يعني معناها الدورة الجاية، يعني معناها اجتماع المكتب التنفيذي اللي في الصين في شهر 5 اللي هنحدد فيه كأسات العالم. هم أوريدي كده ادى أبروفال من غير ما احنا نقدم. دي رقم واحد. رقم اتنين، بطولة العالم 25 في حوالي 6 أو 7 دول مقدمين لها، ورئيس الاتحاد الدولي كل اجتماع مكتب تنفيذي ما لاقيش الموضوع بيتعرض. فانا فاهم ان هو لا مش مثلا مش عاجبه الدول المقدمه، ولا هو مستنينا احنا. ما انا ما كنتش فاهم لدرجه ان انا فوجئت. يعني احنا المفروض انا عندي اجتماع يوم 26 في اوغندا بتاع مكتب تنفيذي الاتحاد الدولي. فيوم 26 ان شاء الله القادم، يعني كمان 5 ايام عاملينه في افريقيا المره دي. ف المصر
ان الاثنين يقولوا الكلام ده بهذه الصوره. بقول لحضرتك بعد ازيك، واول ما قعدنا اول كلمه اتقالت عايز مصر تنظم، وسكرتير عام الاتحاد الدولي شغلته والكاركتر بتاعه ان هو ما يمدحش في حد، لان هو مش راجل سياسي، ده راجل موظف. فده شغلته ان هو يطلع ايه الاخطاء اللي عندك او ايه المشاكل اللي قدامه اللي هو شايفها. الراجل قال باللفظ كده اللي بيحصل في مصر من تنظيم واعداد للبطوله والاخراج بتاع البطوله بهذا الشكل مفيش دوله في العالم تعرف تعمله. لا ده لازم اطلع فاصل وابلع بقى ريقي ويعني اخد نفسي، كلام يفرح بصراحه زي المشاهدين. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للجمباز، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز وايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي. دكتور احنا فين من الجمباز؟ احنا اتكلمنا عن التنظيم ونجاح باهر وبشهاده كل المسؤولين الدوليين، شهاده رئيس الاتحاد الدولي نفسه، ولكن هنا احنا لازم نتكلم عن كوادرنا اللاعبين، كوادرنا الاداريين، ده النجاح الفني عشان نبقى ماشيين بالتوازي مع النجاح التنظيمي. تمام. عمري زي ما قلت في الاول ما فيش نجاح لفرد لوحده، ولازم النجاح يبقى من نجاح منظومه، وده اللي خلانا مهتمين جدا بالكوادر اللي عندنا في مصر. ويمكن حضرتك عارف كويس ان اتحاد الجمباز بيجذب جميع الكوادر وبيوفر لهم فرص تواجد ودعم كبير جدا. النهارده احنا في الاتحاد الدولي، نبداها بقى من فوق، في الاتحاد الدولي احنا 2 اعضاء مكتب تنفيذي، انا والاستاذه نهى عبد الوهاب رئيسة اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي للجمباز الايقاعي. ده حاجه ما حصلتش قبل كده. لجنه فنيه دي حاجه صعبه جدا جدا، وللايقاعي ان واحده مصريه افريقيه تبقى هي رئيسه اللجنه. خلي بالك يعني هو فرع الايقاعي عنصري شويه، يعني الايقاعي او مجتمع سيدات بس وعنصريين شويه، فكان الموضوع كانت نازله قدام المنافسه الروسيه وما ادراك ما روسيا. فان احنا النهارده ناخد هذا المكان دي كانت حاجه صعبه جدا. تخش على اللجان، عندنا دكتوره نهاد زايد نائب رئيس اللجنه الفنيه للجمباز الفني بنات. فاحنا النهارده في الاتحاد الدولي عندنا 3 اماكن في تشكيلاته عمرها ما حصلت قبل كده. صحيح. يعني كان في نهى عضو بعد كده بقت نائب، انما مش اكتر من كده. لما انا دخلت رئيس الاتحاد الافريقي ان العدد يزيد، عضو مكتب تنفيذي. النهارده بنجهز دكتور محمد علي ان هو يخش ان شاء الله اللجنه الفنيه في الجمباز الفني رجال. على فكره الفني رجال وانسات هم اقوى فرعين. أيوة. يعني احنا عندنا بيسموه الكينج والكوين. فدول اقوى فرعين، ان انت تخش في الفرعين دول موضوع صعب قوي، عصب الجمباز العالمي. بالظبط كده. ده ماشي، دي الكوادر الاداريه. وانت تيجي مثلا على الافريقي، يعني ما فيش واحد تقريبا موجود في مجلس الاداره واللجان اللي موجوده الا ما واخد منصب سواء عربي او افريقي او دولي. طب انت كل اللي موجود واخدين اماكن. انت ساعدت لي كده ليه؟ يعني انت كاتحاد اشتغلت. لازم تكبر الناس. اللي مش هيكبر الناس اللي حواليه مش هيكبر. ولو ما جبتش ناس معاك جامده بمعنى ناس كواليفايد، ناس عندها خبره، ناس او خلي الخبره هتتاخد مع الوقت، ناس بتحب اللعبه، ناس بتحب الرياضه، بتحب الشغل، عايزه تثبت نفسها. لو ما جبتش انا الناس دي من اول احطها. انما فكره ان انا اختار ناس ضعيفه حواليا عشان ابقى انا الجامد، النهايه بنشوفها كلنا. طب ليه احنا عندنا، خليك كلام بكل امان، اغلب اتحاداتنا بيشتغلوا بالنظام اللي حضرتك قلت عليه، ان انا بجيب معايا ناس ثقافه غلط وبيبقى خوف. لو انا مش واثق في نفسي مش هجيب ناس جامده. صح، برافو عليك. انا بقول لحضرتك انا لو لقيت حد اجمد مني هقول له تعالى اشتغل معايا، لو حد اجمد مني هقول له تعالى ليه ده انت الاتحاد، ما عنديش مشكله واشتغل معاه. ايه المشكله؟ دي ثقه. وعايز هدفك هو مصر، هو اسم مصر. في الاخر احنا بنمثل بلدنا. اللي مش فاهم الحته دي ما يخشش الموضوع العمل العام خالص. طبعا بالذات في الرياضه نهائي في اي حاجه. طب على مستوى اللاعبين طمني برضو. على مستوى اللاعبين احنا تصنيفاتنا كانت دايما ضعيفه جدا. يمكن ظهر في حياتنا او في خلال الفتره اللي فاتت بعض اللاعبين اللي قدروا يعملوا بعض النتائج العاليه زي رؤوف عبد الكريم، وليد سعيد، محمد سيد سرور. يعني كان في كام لاعب ظهروا، بيظهر لعيبه ومعظمهم على اجهزه، يعني زي حسن القفز. الحلق وليد مثلا. النهارده انت عندك منظومه منتخب عددهم مش كبير بس اللي طالع كبير قوي. برافو.
يعني اللي فوق النهارده مش كبير، بس اللي طالع بالظبط اللي طالع النهارده والتجهيزات اللي احنا عاملينها في خلال الاربع خمس سنين الجايين الجمباز المصري هيبقى في حته ثانيه خالص. طب اشتغلت النهارده احنا في كاس العالم ده كان عندنا خمسه بينافسوا، خمسه داخلين ينافسوا، هيوصلوا فاينل ولا لا الله اعلم، ده توفيق بتاع ربنا. انما هم ان كومبيتيشن، ان كومبيتيشن. ويمكن يعني احمد اشرف احد ابطال منتخب مصر على فكره. احمد اشرف كان من اللعيبه اللي اتصاب من ثلاث سنين او من سنتين ونص، اتصاب اصابه بالغه واتعمل له عمليه تغيير ثلاث اربطه في ركبته. يا خبر ابيض. وكل الناس قالت ده يعني ربنا يستر ويقدر يمشي على رجله تاني. صحتكم بس صعب قوي. ما شاء الله ربنا كرمه، اتعملت العمليه على دكتور عظيم، دكتور عبد العزيز واحمد عبد العزيز، ورجع تاني يلعب جمباز. والنهارده بقى واحد من الناس. حضرتك بص منظر الجماهير قد ايه. حضرتك يعني احنا في ماتش كوره اهو. ولا وعارفين الاصول ان لازم مع المنافسه الناس كلها تسكت. بالظبط. يعني حاجه جميله جدا جدا بصراحه، منظر جميل اللي ما حضرش. وتعلموا ثقافه التشجيع. نعم. في مصر احنا اول بطوله كاس عالم الولاد كانت بتقع من كتر التشجيع، والناس بتتفاعل. بص يعني الناس بتسقى. بص اول ما خلص الجمهور عمل ازاي. شفت حضرتك النطه الاخيره دي؟ دي طيرتهم الميداليه فعلا. والله كان هياخد ميداليه. لا ده فور شور ميداليه. النطه دي طيرته من تاني، مش من تالت. كان لازم ينزل ثابت الاول بس فرح بدري بس. انما فنان. بص حضرتك ده الجمباز. جانا عملت، جانا برضو عامله جمله قويه جدا جدا، واخده درجه عاليه قوي. الحماس والتشجيع اللي خدته خلتها يعني احنا بنسميها في الرياضه الادرينالين عالي شويه. في الجسم. فيعني الحركه جت زيادة. يمكن هتشوفها في الستارت. هي ما عادش حاجه جميله برضو، خطوتين زياده. منظر بالتحكيم بالبساط. لا البطوله ما فيهاش غلطه الحمد لله أكبر. يعني ما فيهاش يعني كلها أكبر. حاجات مميزه يعني. ده الستارت بتاعها. الله اكبر. ادي الخطوه ديت. ما شفناش المستوى ده خالص في مصر من سنين. لا ما كانش امانه الحركه دي. اول لعيبه مصريه تعملها. انا بقول لحضرتك انا متابع وهنا بشوف كل حاجه. انا ما شفتش في مصر المستوى ده في الجمباز. كنت اشوفه في اوروبا. جانا هاني مشروع شايف حضرتك دي. كان في كده ميداليه خلاص. لو دي ظبطت كانت ميداليه. دي ميداليه. وفي الفينش برضه عندها واحده كده ميداليه. كانت تاخد اول ان شاء الله هتظبط في الاولمبياد ان شاء الله. ما تعرفش ربنا. جانا مشروع ميداليه اولمبيه. كم سنه جانا؟ جانا النهارده اولموست 19 سنه. الله اكبر. سنه اولى كليه. صغيره معانا كتير يعني لسه ان شاء الله دورتين كمان اولمبيتين معانا. وبعدين وقتر. بص ما شاء الله وشها جميل. هي فيها نفس ضحكه محمد صلاح على فكره. ولو الكاميرا جت عليها دلوقتي هتشوف نفس الضحكه الجميله. بس طبعا دي على جميل. طبعا دي يعني يعني فراشات الجمباز. الله اكبر ما شاء الله. بص الضحكه دي هي دي اللي انا بقولها. الله اكبر. وهي في المستوى المحلي بتلعب فين جانا مثلا؟ في نادي الصيد. نادي الصيد. نادي الصيد. بس طبعا احنا لعيبه المنتخب محدش بيروح النادي. طبعا المنتخب دلوقتي المنتخب مغلق عليه تماما في المركز الاولمبي. في وعمر العربي معانا في الاهلي مش عارفين نجيبه حتى نستضيفه هنا. لا مفيش وقت. مش عارفين نستضيفه. على فكره عمر العربي مشروع ميداليه اولمبيه. يا رب. عمر احنا قاعدين بنزود له في الجمل وفي الحركات الصعبه. يعني البطوله دي كل الحركات اللي هو دخل بيها والجمل اللي نزل بيها ما اتعملتش في مصر قبل كده. فهو محتاج. هي الموضوع محتاج بس خبره ووقت. بس اعمارهم صغيره يا دكتور يعني. طبعا النهارده اللعيبه حضرتك جهاز زي حصان حلق متوسط سن الناس اللي كانت بتلعب عليه 42 سنه. يا نهار ابيض. فحضرتك من واحد عنده 22 سنه او 23 سنه لسه بدري قوي. لان مفيش حد طلع عمله ريبليس. يعني حتى لاعب الاردن يعني ده كان في المنتخب اللي ورايا على طول. هو ما زال لحد النهارده بيلعب حصان حلق بس. لان يعني الرياضه ان الاعمار احنا النهارده بادئين من بدري قوي. بالظبط. لسه عندنا 20 سنه 15 سنه معانا وقت ومعانا وعندنا النهارده الصف الثاني الناشئين. انا عندي اول ميداليه بطوله عالم يحيى زكريا جابها في بطوله الناشئين في بطوله العالم. معناها ان اللي طالع مظبوط. طالع راكب. راكب في سنه. بالظبط. راكب في سنه. يعني اسمح لي انا قيم. اتفضل. النهارده اتحاد الجمباز نجح
اداريا بشكل كبير في استضافه البطولات وتنظيمها وينال ثقه الهيئات. لا احنا هقول لحضرتك حاجه، احنا عملنا نموذج للاتحاد الدولي في تنظيم البطولات، وعلى فكره الكلام ده انا مش بقوله، انا جالي ايميل النهارده لو تحب حضرتك تعرضه، مطلوب من الاتحاد الدولي الاوفيس بتاع الاتحاد الدولي طلب اجتماع كمان 10 ايام علشان يناقشوا حاجات وتفاصيل اتعملت في كاس العالم عشان تبقى ستاندرد. بالظبط. اسمح لي احييك يا دكتور. انا بحب يا فندم حضرتك ما تحييش، حضرتك حي المنظومه. برافو عليك، صح، اللي انا موجود وسطها. بس خليني اقول لك ان الكلام ده انا ببقى سعيد بليه. حضرتك شفت الميديا كده، حضرتك شفت الميديا بتاعت الاتحاد. شفت الشغل ده مين اللي عامله؟ لعيبه جمباز، ابطال جمباز رنا وهايا، الاثنين خريجي اعلام، تعالوا اشتغلوا معنا في الاتحاد. انتوا بتدوروا على شغل بره ليه؟ تعالوا. هم ابطال جمباز ففاهمين هيعملوا ايه. اختيار الشخص او الامكانيات الملائمه لمنصب معين هو ده الاساس، هو ده اساس النجاح. ولازم يبقى هو حابب طبعا. على فكره انا ما بروحش لحد اقول له تعالى، لو الشخص مش جاي يقول لي، انا اي حد بيجي يقول لي انا عايز ابقى معاك باخده، لان ده ما وصل لحد عندك وجاي بيقول لك، يبقى ده عايز، عنده الويلنج. تعالى خش معانا، تعالى وشمر واشتغل. انما اللي قاعد يقول لك انا ما حدش كلمني، خليك زي ما انت لحد ما حد يجي. هسألك سؤال صعب بقى. اتفضل. بتحلم بايه؟ ايوه النفس بقى والتنهيده. هقول لك حاجه، انا نفسي في اتحاد الجمباز ده يبقى فيه مجمع صالات تدريب ومنافسات من الدوله، ودي امنيه حياتي وحلم، وده لو اتعمل محدش هيقدر يقف قدام الجمباز المصري لمئة سنة قدام. شايف الحلم ده صعب يتحقق ولا سهل؟ أمنية حياتي إنه يتحقق. طب أنت شايفه سهل يتحقق ولا صعب؟ في بلدنا؟ آه. أنا نفسي أقابل رئيس الجمهورية والله. والله والله يتعمق. خلي بالك مش مكلف. آه. بس وحاجة أصول للدولة. طب وهو بس هتستوعب حضرتك، إحنا طب ده إحنا معانا إمكانيات النهاردة. طب رحت بس إمكانياتنا صغيرة قوي بالنسبه اللي احنا بنحققه. يعني احنا صاله المركز الاولمبي كلها على بعض مثلا ما تكملش 800 متر. انا بكلمك مثلا اقل اصغر صاله تدريب للمنتخبات الكبيره 4000 متر. كبيره قوي، كبيره. فانا بلعب في علبه. اه انت عايز حاجه بقى اللي انت بتشوفها بره، حاجه كومبلكس كامل. في ده وده 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 بيدخل انكم، وهيدخل لك عمله صعبه، لان طبعا الدول بره هتسافر تيجي لحد عندك تدفع، وحضرتك قادر انت تديره بشكل. احنا البطوله دي مدخله حوالي 750 الف يورو دخلوا الدوله. اه صرفناهم طبعا. بس ما اتصرفوا جوه. لا اتصرفوا جوه. ده اتصرفوا جوه، هم جم واتصرفوا جوه. بالظبط. وغير كده كمان حتى لو انت ما كسبتش دولار واحد منها. بالزبط. بس العجله اشتغلت. العجله اشتغلت. اه انت جبت ووديت، ففي بنوك اشتغلت. 3180 اوضه ليله. 3180 اوضه. ده غير الناس اللي جت بدري شويه تعمل معسكرات. طبعا انا جالي طلبات معسكرات، في ناس راحت نادي، في ناس راحت نادي الجزيره، بعد كده قلنا ستوب، مش قادر اوفر لهم ملاعب تاني. انما في بطولات العالم التاني الناس بتيجي تقعد شهر قبل البطوله. يعني الناس الدول اللي موجوده مثلا في قاره استراليا او في قاره الامريكتين عندهم. هل الكومبلكس ده ممكن يتعمل في العاصمه الاداريه الجديده؟ يا ريت يا ريت. ده لو اتعمل هيبقى مصنع انتاج ابطال من لكل مصر بساعتها بقى بكل حاجه. حضرتك هيتعمل حاجه مخصوصه للجمباز، مش صاله بنلعب فيها. بالظبط. اجيب الاجهزه احطها. انت عايز صاله مجهزه من فروم سكراتش، ولا بتتشال ولا بتتحط، يبقى الاجهزه افتح انور النور. هتوفر فرص تدريب للعيبه للابطال بتوع مصر، هتوفر فرص عمل للمدربين المنتخبات. مش محتاج اسافر بقى خلاص، هتعزلهم عن المهاترات اللي موجوده اللي بيقابلوها في اليوم، بقى تركيزه كله للمكان. النهارده المنتخبات عندنا سر النجاح ان انا موفر الهدوء والاستقرار للجهاز الفني ان هو يشتغل في التدريب بس. طب يعني الحلم ده ان شاء الله انت قد ده، يعني ابتدي اشتغل، ابتدي شوف، ابتدي دور، ابتدي شوف. يعني زي ما انت نجحت تفرش صالتين في مصر ببروتوكول مع اكبر شركه لاجهزه الجمباز في العالم،
شركه صينيه. فالنهارده انت تقدر برضو تشوف الاتحاد الدولي ممكن يبقى له، يعني اقصد اقول يبقى فيه مساهمين. كل الدعم للفرش الاجهزه والصالات والشركات والكلام ده، كل ده انا اقدر اعمله. انت عايز المكان، انشاء هذا المكان صرح من اوض لبس، لانه هو في الاول وفي الاخر هو اسيتس بالظبط، وفي نفس الوقت هو مش مكانه خلاص، يعني انت مش بتبني مبنى، لا لا ده ليه هدف. ايوه، لا انت بتجيب ستاندرد عالمي زي ما عملنا مجمع دكتور حسن مصطفى. بالظبط، مجمع دكتور حسن مصطفى اتبنى من الاول صاله يد بالظبط، وتستضيف اكبر الاحداث. لو اتعمل ده للجمباز وفرصه ان احنا بنجهز الاولمبيات، احنا ممكن المجمع ده هو اللي يشيل منافسات بطولات الجمباز في الاولمبيات كلها. نعم، هو اللي يبقى جاهز لكل حاجه، وده حلم مش صعب. انا شايف ان الدوله في وقت يعني في الظروف دي والبنيه التحتيه الرياضيه اللي اتعملت، اتصور ان حاجه زي كده ان شاء الله ممكن تتعمل. طيب يا رب، ده حلم كبير، ده الحلم الكبير، وانا اشارك. لا ماليش احلام ثانيه، لو ده اتعمل فعلا خلاص، لو ده اتعمل بعد افتتاحه هقول يا جماعه انا تمام والله بجد، انا خلاص حد غيري يعني. حتى كمان امانيك وطموحاتك هي للدوله، هي لبلدك. لا ماليش حاجه، بص ماليش حاجه ليا الشخصي، انا نفسي اشوف ميداليه. على الرغم ان من 4 سنين انا بالنسبه لي كان موضوع الميداليه ده نفسي فيه، بس بعيد قوي. انا عملت حوار معاك يا دكتور من حوالي سنه. قلت لي لا ميداليه عايزه شغل، عايزه شغل كتير. قلت له كنت صريح معايا النهارده، انا شايف في عينيك انه لا بنقرب. قربنا، صدقت انت بدات تصدق. قربنا كتير، والولاد لا بص، عندنا رجاله الشباب بتوعنا احنا لعبه الجمباز او لعيبه الجمباز النهارده صعبه، بيتمرنوا 8 ل 10 ساعات في اليوم. وبحب، انا جايب لهم خبير اوكراني لسه جايبينه بقالنا 6 شهور أو 7 شهور، يدينا التكتين الزياده، يعني مش جاي عشان يمرن على قد ما انا عايز الجهاز الفني ياخد الخبرات بتاعته منه. الراجل ده يعني عايز اقول لحضرتك ما بيبتسمش، عارفش غير الشغل. راجل كشري وعلى طول ضاغط، على واللي اتاخر عنده ثانيه قلب الدنيا على طول. بخش دايما بالظبط، بس على طول لازم تهندل بينهم وبين بعض، يعني تهدي الامور طبعًا لان الموضوع صعب وبيقف للعيبه. انتوا عايزين تبقوا ابطال وتجيبوا ميداليه، مش بالدلع، بس ولا احنا محتاجين واحد زي ده. بالظبط، احنا محتاجين، بس محتاج ناس من إيه؟ عندك برضو يبقى عاملين كنترول. تتقبل ده، لان على فكره انا الراجل ده قعدت اتفاوض معاه سنه ونص عشان يجي مصر، والله عرضت عليه قلت له حط الرقم اللي انت عايزه، برضه لا. في الاخر يعني مش جايبه بملايين، يعني خليني جايبه ب 5000 يورو. خلينا احكي قصه كده للساده المشاهدين. اتفضل. اول لقاء كان دعينا فيه طبعا دكتور ايهاب عشان ينورنا، ما جاش. ده كان كاس عالم. طب معلش بقى، والله زي ما بقول لكم كده يا جماعه، ما جاش. احنا طلعنا هوا واعلنا ان الدكتور ايهاب قابلين معانا وما جاش، بس بعد اذنك يا دكتور قول لنا ما جتش ليه. انا اليوم ده يعني كنا في كاس عالم، الكلام ده كان من 3 سنين. أيوة. صح، وكنت برضو بقالي مثلا 2 3 أسابيع ما بنامش، فقمت متسحب كده وطالع على اوضتي. كنت عامل حسابك تيجي وكل حاجه، انام ساعتين قبل ما اجي الحلقه واصحى واجي الحلقه. نمت محدش عارف انا فين، وراحت عليا نومه، وانا قايم من النوم لقيت تليفوني ده بينفجر، وقعدت اتصل بيك اعتذر. لا يومها، لا اعتذار والله بجد، لا ده احنا بس وقعت يومها، كنت هموت. كنت ميت فعلا يعني. بص ده بيتك، وطبعا يعني انا عايز اقول ان حضرتك خصتنا بهذا اللقاء بعد كاس العالم، واحنا بنشكر حضرتك بده، ربنا يخليك. وده احنا يا رب دايما نكون عند حسن ثقتك، وان احنا دايما نبرز الشغل. انا ليه هنا جاي هنا مخصوص؟ قول لي. طيب الحديث هنا حديث بناء، بنتكلم في تفاصيل تهم الرياضه المصريه، تهم المشاهد ان هو يسمعها. القعده مش بتبقى ازاي حضرتك وعملتوا ايه. انا يمكن في اول ما بدات في الاتحاد كنت بجري في القنوات علشان طبعا اشهر الجمباز. طبعا بعديها بفتره امتنعت ان انا اطلع خالص، يعني بدات رجعت خالص، ويمكن دلوقتي انا يمكن دي حتى صحيح. الحلقه الوحيده صحيح. اللي هطلعها صحيح. فانا شرف ليا ان انا موجود في القلعه الحمراء، بيت الرياضه المصريه او واحده من اكبر بيوت الرياضه المصريه. بشكركم على الاهتمام الكبير والمتابعه الكبيره لرياضه الجمباز، وان شاء الله باذن الله احنا وصلنا النهارده 45,000. اخر الحلقه بتاعت السنه اللي فاتت كنا 30، اللي قبلها كنا 25، كنت فرحان جدا، قبلها كنا 10، النهارده بقينا 45. السنه الجايه حاجه اقعد مع حضرتك اقول لك ان احنا عدينا ل 65 70,000. قاعده كل ما بيزيد، كل ما الشكل الهرمي بينتظر فرص شغل صحيح. وفرص اكاديميات خاصه بتفتح. ربنا يكرمك يا رب.
ان شاء الله خير يعني. طيب قبل يعني ما ننهي اللقاء عايز اعرف دلوقتي اخبار اولمبياتنا، مين اللي ممكن يتاهل الاولمبيات؟ المشوار اللي فاضل 3 كؤوس عالم فاضله، مين اللي من رؤيه حضرتك ممكن كام لاعب؟ مش هنقول اسامي لا طبعا، احنا ان شاء الله باذن الله البعثه المصريه هيبقى فيها عدد حوالي 9. اتمنى التوفيق لكل الولاد الرجال، قدامنا فرص من الفردي العام او من فردي الاجهزه سواء للعربي المنتصر احمد اشرف، كل عندهم فرصه لتقى. عندهم فرصه يتاهلوا، سواء من الفردي العام عمر ومنتصر من خلال افريقيا، الباقي عندهم فرص في الفردي العام، عندهم لعبه بكره على فكره ما شاء الله. البنات جنى هيني عندها فرصه كبيره، جنى عادل عندها فرصه كبيره، نانسي اتصابت ربنا يشفيها يعني وعندنا رحله علاج معاها، جودي من الابطال الجداد، بنوته صغيره لسه اول سنه بتلعب سينيور، يعني مستقبل كبير جدا. اللقاء فريق جماعي ان شاء الله اعتبره تاهل ما شاء الله، لان هو اول افريقيا بلا منازع. عندنا لاعبه او اثنين في الايقاعي ممكن بينافسوا ان هم منهم حبيبه للاولمبيات. الترامبولين المنافسه صعبه قوي لان واحد بس من افريقيا اللي هيروح، يا ولد يا بنت كمان. في كوتا كده صعب ان احنا نشرحها بس هو واحد بس والمنافسه تقيله، بس هو في الاخر هيتقارن نتائج البنات بنتائج الرجال، فدي بس دي صعبه شويه، صعبه شويه صعبه، دي صعبه شويه. فلا ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين في الاولمبياد بحوالي 7 أو 8 افراد، اتمنى ان احنا نقدر نوصل بلعيبه تنافس هناك يعني في الفاينلز. يعني مثلا عمر لو سافر هينافس، احمد اشرف لو سافر هينافس، منتصر لو سافر هينافس، ربنا يوفقهم كلهم. احنا بنعمل كل اللي علينا، وزي ما قلت ممكن لاعب ما يجيبش نتيجه النهارده هو عدم توفيق، انما مش مستوى مش وحش. ايه يا دكتور؟ انا حاطط محددات للمنتخبات. طب ايه يا دكتور؟ اللي مش هيوصل للمستوى ده والرقم ده شكرا. مش هيخش كاس عالم او بطوله عالم. لا انا عايز اروح بكواليتي معينه. بالظبط بالظبط. طيب ايه يا دكتور التجربه اللي حضرتك نفسك تتعمم على الرياضه المصريه؟ يعني حضرتك جربتها وشفت نجاحها في برشامه صغيره كده، عايز يعني الجمباز، الرياضه في السن الصغير لازم يبقى دي ثقافه الدوله، لازم لازم الجمباز في سن 3 أو 4 سنين مصر كلها يتمرنوا حركات جمباز. مش بدري 3 أو 4 سنين؟ لا يا فندم، دي البدايه. وهقول لحضرتك تعقيبا على كلامي، لو بدانا كده لحد 6 7 سنين 8 سنين بعد كده توزعوا على باقي الالعاب، انا مش بتكلم شغل احتراف، يخدم الجمباز ده، يخدم صحه الولاد، يخدم نمو الولاد، يخدم عضلاتهم، يخدم الرشاق، يخدم كل حاجه. يلعب انا الغطس، الجمباز بيلعبوا غطس بالظبط على طول. لعيبه الكوره بتلعب جمباز في الاول، لو كله بيديك مرونه وقوه في اي حته في العالم من 4 لحد 8 سنين بيلعبوا جمباز بس، بعد كده يبداوا يتوزعوا. في اليابان، ودي قالها مستر موريناري وتنابي للوزير واحنا في العشاء، او دي حاجه كانت بالنسبه لي اول مره اسمعها، لان اليابان في الجمباز هو الوزير ساله قال له انتوا فارقين عن الناس، قال له احنا عندنا اللي بيقدم للمدرسه، المدرسه اللي هي الكي جي حضانه، قبل ما يقدم لازم يجيب شهاده ان هو اتمرن جمباز، للطفل اللي عنده 3 4 سنين ان هو اتمرن جمباز ومعاه شهاده ان هو اتمرن جمباز قبل ما يقدم في المدارس الحكوميه. عشان كده لازم يكون كده يا دكتور. طبعا دكتور انا بشكرك، نورتني. انا اللي بشكر حضرتك وبشكر الساده المشاهدين جميعا وعلى الحلقه الجميله، واتمنى ان انا اكون شرحت ووضحت الامور في الجمباز، وان شاء الله الجمباز المصري قادم، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله نشوف كوادر من مصر تاخد مناصب اعلى مني بكتير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك رئيس الجمباز المصري، رئيس اتحاد الجمباز المصري والافريقي وعضو المكتب التنفيذي، نورتني واشكرك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، يعني احنا جبنا الجمباز المصري كله النهارده في حوار يعني امتد يمكن قرابه ساعه، شفنا الجهد المبذول من رجال مصر ونسائها المخلصين، الحقيقه هدفهم هو وضع رياضه الجمباز في المقدمه، والحمد لله النتائج تتحدث، ونتمنى ان كل الاتحادات تغش من الاتحادات الناجحه ايه اللي بيحصل، بحيث ان في الاخر مصر تكون في مكانتها التي تستحقها. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.